والله يا شيخ انا برضو مش هقدر اقول لك عشان انا لسه ما مدام لغايه دلوقتي في العلاج لسه محجوزه النهارده. والله هو برضو يعني موضوع كويس وموضوع هيفيد اساسا ان المريض اللي هو مثلا اللي بيجيب علاج عن اللي هو عنده مثلا ضغط عنده السكر عنده كلام من ده. انا شايف ان ده هيضمن ان العلاج يوصل للمستحيل. بالظبط الاقي علاج متوفر. تحكم الاسعار برضو في العلاج يعني حاجه رهيبه دلوقتي. العلاج زاد تقريبا مش عارف 7% ولا 8% ولا 10% حاجه زي كده. طب انت ليك يا ريت احنا مع الراحه والراحه بالنسبه لنا ما حلوه وتريحك. شايفه ان ده هيضمن لك حقك ان تصرفي وكده؟ اكيد طبعا. اكيد لما يكون كل حاجه متوفره اكيد ان انا اعيش مرتاح. مش بدل ما اجيب الدخل بتاع ال 100 جنيه اللي ربنا يبعتها لي مانيش عارفه اوزعها فين. شايفه ان انت بيكون لك حق ان تصرفي علاج بس ما بتصرفوش ما بيرضوش يصرفوا لك. لا ما بصرفوش وما فيش رعايه كافيه. ما فيش رعايه. لا ما فيش. وهو اللي بيبقى واصل. احنا هنا تبع المارج بس احنا جايين نكشف في القصر من هنا لان مش لاقيين رعايه يهمتني. وهنعمل ايه؟ جايبين حق العلاج. وانا قلت لك وحياه ربنا ما بتكلم عشان انا بتكلم قدامك. احنا سالفين الفلوس اللي احنا جايين نكشف بيها على ابني. الشكوى بتاعتك يا عم مصطفى. شكلي معلي ما عنديش اي حاجه خالص. لا مش راضيين يصرفوا لك يعني؟ ولا يصرفوا لي لك ولا اي حاجه. ليه ما بيصرفوكش ليه؟ ودخلت المستشفى طلعوني مرتين. القصر العين هنا؟ بيطلعوك ليه؟ طلع ما هو الكشف 100 جنيه وقال لي بعد الساعه 2. بتكشف عليه يا عم مصطفى؟ على ابني. على ابني. ابنه؟ طب انت ايه رايك في قرار وزير الصحه ان هو يخلي صرف العلاج بكروت ذكيه؟ بكروت ذكيه زي التموين كده. يبقى من عند الله. شايف ان القرار ده هيكون حلو وضمان؟ يبقى ربنا جاب الفرج. طب معنى كده ان في واسطه في العلاج؟ لا ما عارفش انا الواسطه ربنا. انا ملياش واسطه غير ربنا بس. ماشي تعرف مين؟ حسن محمد مدير عام في مركز البحوث الزراعيه. استاذ حسن انت رايك في قرار صرف العلاج على الكروت الذكيه؟ والله هو ما اعتقد انه هيبقى مشروع ناجح لان لما اتعمل موضوع الكروت الذكيه في الناس اللي بتاخد مواد تموينيه اعتقد ان هو حكم الامر وبقى افضل. وحته عمليه العيش ونقاط العيش اتغطت صح شويه. فبالتالي يا ريت يتعمل بالطريقه دي. كل واحد له رقم قومي يقدر ان هو من خلال الرقم القومي ده يتم صرف علاجه او تشخيص مرضه وعلاجه ايا كان. لان انا حاسس ان الدوله بتدفع فلوس كتير جدا في اللي هو العلاج على نفقه الدوله مبالغ ضخمه. ودي حتى يعني وفي ناس ما بتقدرش تتمكن وتحصل عليها. انت شايف من غير الكروت الذكيه الناس هتضيع في اكيد 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 في ناس طبعا كتير ما بتقدرش تحصل على الخدمه الطبيه بتاعتها او بتلاقي علاج يعني ليها او كده. يا ريت تتعمل بحيث انها تبقى منظومه سليمه الكترونيه واضحه. ما حدش يقدر يقول ان انا اخدت او ما اخدتش او اتظلمت او ما اتظلمتش. شوف استاذ حسن ناس بتشتكي ان هي ما بتلاقيش العلاج هنا في المستشفيات ما بتدوش. والله هو كتير كتير ناس كتير مع كمان في مشكله في ارتفاع سعر الدواء. الناس صحيح يعني في ناس قادره تقدر تشتري الدواء لكن في ناس كتير جدا ما بتقدرش. تمام. هقول لحضرتك على حاجه ابسط مثال. يعني انا كنت دلوقتي موجود